وسهلا مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني من السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سمحا سهلا قريبا، سمحا مع كل من يعاملهم، قريبا منهم جميعا صلى الله عليه وسلم، سهلا مع كل من تجمعه به صلى الله عليه وسلم، كانوا أعداء أو أصدقاء كما بينا في حلقات سابقة. وذي القرب نشوفه في قصة كسوف الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان أنه لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فزعا خوفا من أن تكون الساعة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة بركوعين، ثم بعد ذلك خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واغتنم هذه الفرصة فيكن يمرر نصيحة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، صلى الله على معلم الناس الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إياك يقول لهم ذي الموعظة العظيمة ويعلمهم هذا حفظ الأعراض وعدم الوقوع في المحرمات، خصوصا الزنا لما فيه من الجرم والحب والإثم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. كان فاحشة معناها فحشة، إذا رواية عظيمة وشنيعة وفظيعة وبالغ النهاية في القبح بها، ذا اللي يترتب عليها من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. في الدنيا نعوذ بالله ملايين المصابين حول العالم بفيروس الإيدز، والسبب الرئيس لهذا الفيروس هو التواصل المحرم، نعوذ بالله الصلة الجنسية المحرمة بين الرجل والأنثى، نسأل الله السلامة والعافية. أما عقوبة الزنا في الآخرة فهي نعوذ بالله شنيعة وفظيعة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل ذلك. ونعوذ بالله الآثار السلبية اللي منها فيروس الإيدز، لأن هذا المرض قد ينتقل للأطفال والزوجة الأبرياء لا ذنب لهم. لذلك حفظ الأعراض والستر وكل ما يبعد المجتمع المسلم من الرذيلة والوقوع في الفاحشة هو ما ندها إليه الدين، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووصى به تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأعظم التقوى هي العفة وهي دواعيها وأسبابها. لذلك خلاصة حلقتنا اليوم عن النظر في آيات الله تبارك وتعالى، ينتج عنه الإيمان واليقين ويزيد الإيمان في قلب المؤمن. لذلك الشمس والقمر آيتان من آيات الله. الشمس اللي ترتب عليها من المنافع ما تقدر تتخيله، والزرع مرتبط بها والنبات مرتبط بها، والقمر كذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى، لتعلموا كما قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. كذلك الداعي الموفق هو اللي يغتنم الفرص المناسبة، ياك يمرر أفكاره الإصلاحية. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن كسفت الشمس على عهده وتغيرت الحالة والناس أصيبت بفزع وبخوف وبهلع، فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرصة وحذرهم من الوقوع في الفواحش والمحرمات. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم وهو القدوة وهو الأسوة، ونحن الآن نقتبس من سيرته. فصلى الله على معلم الناس الخير، وحمانا الله وإياكم وحفظنا من الفواحش والمنكرات والوقوع في الموبقات، وجعلنا وإياكم ممن طهرت بواطنهم وسرائرهم ووقاهم الله عذاب الجحيم، وجعلهم من أهل الصراط المستقيم. ألقاكم في حلقة قادمة، فصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين.